مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ويسرنا أن ننقل لكم وعلى الهواء مباشرة وقائع احتفال شرطة عمان السلطانية بتخريج فصائل من الشرطة المستجدين على ميدان معهد الشرطة المستجدين بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة بولاية نزوة، وذلك تحت رعاية معالي الشيخ ناصر بن هلال المعولي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، وبحضور معالي الفريق المفتش العام للشرطة والجمارك، وبحضور عدد من أصحاب السعادة وكبار ضباط شرطة عمان السلطانية والأجهزة العسكرية. مشاهدينا الكرام، شاهدنا دخول فصائل الخريجين إلى ميدان الاستعراض العسكري، حيث خضع هؤلاء الخريجون لتدريبات ميدانية ورياضية لتنمية المهارات العسكرية المختلفة، إضافة إلى التطبيقات العملية لمهام وواجبات رجال الشرطة، كما تلقوا المقررات العلمية لمنهاج الشرطة المستجدين الذي يشمل جوانب مختلفة من العلوم الشرطية والقانونية التي تساعدهم على القيام بأعمالهم المناطة على عاتقهم. مشاهدينا الكرام، أولت شرطة عمان السلطانية جانب التدريب والتأهيل بالغ الاهتمام، فأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة تعتبر صرحا من صروح التدريب بالشرطة، حيث تصهر فيها طاقات الرجال الساهرين على أمن هذا الوطن ممتزجة بفيض العلم والمعرفة. فتقوم الأكاديمية بإعداد الكوادر المدربة التي تنضم إلى حقل العمل الميداني في شرطة عمان السلطانية، ولا يقتصر ذلك على التدريب العملي فقط، بل يشمل أيضا التأهيل العلمي، من منطلق أن ارتباط العمل بالعلم والمعرفة واجب إلزامي لرجل الشرطة حتى يؤدي عمله بكل كفاءة واقتدار. سيلتحق هؤلاء الخريجون بزملائهم الذين سبقوهم في ميادين العمل الشرطية المختلفة، وهم متسلحون بالمهارات والمعارف والعلوم الشرطية والقانونية التي تمكنهم من أداء مهامهم وواجباتهم بكفاءة واقتدار. تضم أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة عددا من المعاهد التدريبية المتخصصة كمعهد الضباط ومعهد ضباط الصف ومعهد الشرطة المستجدين. أعزائي المشاهدين، يصل في هذه اللحظات معالي الشيخ ناصر بن هلال المعولي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة راعي المناسبة. نترككم الآن لمشاهدة فعاليات مراسم التخريج. سلام لمعالي الشيخ رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة الموقر. سلام. كف. Thank you.
السلام عليكم سيدي. طابور الخريجين جاهز للتفتيش سيدي.
يتقدم بهيئة استعراض جولة you
كرة لليسار، لليسار بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب المعالي والسعادة، القادة والضباط، المشايخ والحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسر شرطة عمان السلطانية أن تتقدم بالشكر والتقدير إلى معالي الشيخ ناصر بن هلال المعولي الموقر رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة على تفضله برعاية احتفالنا هذا بتخريج دفعة جديدة من فصائل الشرطة المستجدين، والشكر موصول لكل من يشاركنا هذه المناسبة السعيدة. يتقدم الآن أوائل الخريجين لاستلام جوائزهم. ندعوكم معالي الشيخ راعي المناسبة الموقر بتسليم الجوائز لأوائل الخريجين، فلتتفضلوا معاليكم مشكورين. الشرطي محمد بن أحمد الغافري، الشرطي داود بن أحمد البريكي، الشرطي نواف بن عامر المطري، الشرطي بشار بن محمد القهوري، الشرطي المهند بن صالح الأغبري، والشرطي سامي بن سالم المعمري، شكرا لكم معاليكم.
أيها الحفل الكريم، ينشد الخريجون الآن نشيد شرطة عمان السلطانية حماة الحق. بحياة مولانا جلالة السلطان المعظم.
عليكم سيري. فعاليات طابور التخريج انتهت. نستأذنكم بالانصراف. سيري. شكرا سيري. يسار إلى الأمام معتدس Thank you.
هكذا مشاهدين الكرام شاهدنا وإياكم وقائع احتفال شرطة عمان السلطانية بتخريج فصائل من الشرطة المستجدين على ميدان معهد الشرطة المستجدين بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة بولاية نزوة، حيث سيلتحق هؤلاء الخريجون بزملائهم الذين سبقوهم في ميادين العمل المختلفة، وهم يجددون العهد والولاء ببذل قصارى الجهد في خدمة هذا الوطن العزيز. مشاهدينا الكرام، نشكركم على طيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.